السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هسجل لكم يا اولاد في الجزء ده اللي هو اخر 3 صفحات خالص في PDF، عشان برضو اتقالنا يجي عليهم مسألة اللي هو الجزء بتاع DNA sequencing. تعالوا نفهموا كده الاول مع بعض وبعدين نقرأ الكلام الموجود عندنا. الاول يا اولاد، كلمة sequencing ده ان انا عندي مثلا قطعة من DNA سواء جين او اي حاجة، وانا عايز اعرف ايه تتابع النيوكليوتيدات الموجودة عليه. يعني انا مثلا عندي قطعة كده من الدي ان ايه، هي زي دي كده، وعايز اعرف ان النيوكليوتيدات الموجودة فيها ايه، وبعدين تي وبعدين سي وبعدين جي وبعدين تي وبعدين ايه مثلا. يعني لو انا عرفت التتابع ده، هي دي اللي اسمها بالانجليزي ايه، سيكوانسينج. طيب بنقدر نعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا ما نتفرج مع بعض. الاول يا ولاد، احنا لو عندنا اي شريط دي ان ايه، اتفقنا قبل كده طبعا الكلام ده في النظري، ان الوحدة البنائية للدي ان ايه دكاترة اسمها ايه، نيوكليوتيد، نيوكليوتيدا زي ما حضرتك شايف كده بالمنظر ده. طيب النيوكليوتيدا دلوقتي عبارة عن ايه؟ نيوكليوتيدا دلوقتي اي نيوكليوتيدا في الدنيا عبارة عن قاعدة نيتروجينية بيز وسكر الريبوز وفوسفيت، كويس؟ عشان ابني شريط الدي ان ايه المفروض يبقى عندي كذا نيوكليوتيدا بالمنظر ده زي ما حضرتك شايف كده. ادي نيوكليوتيدا، واحده كمان اهي، واحده كمان اهي، كذا واحده بقى، ويشبكوا مع بعض، دول يعملوا لي ايه، الشريط بتاع الدي ان ايه. تمام كده، كويس، عظيم جدا. طيب جيت انا دلوقتي يا اولاد، طبعا السكر ده بيبقى سكر الدي اوكسي ريبوز، صح؟ عشان انا في الدي ان ايه، يعني الكربون رقم 2 دي بيبقى فيها ايه، اتش بس ما فيهاش او. دي اوكسي يعني ما فيش اكسجينه في الكربونه الثانيه دي اللي هي رقم 2. كويس. طيب في الظروف الطبيعية يا أولاد، إزاي النيوكليوتيدا دي بتشبك مع اللي فوقيها؟ قال لك والله بص كده، تابع معايا، دي الكربونة رقم 1 ودي 2 ودي كده رقم كام، 3، بيبقى لها مجموعة او اتش اهي، تقوم جاية الفوسفيتا اللي تحت دي، بص حضرتك كده معايا، الفوسفيتا دي اهي، تقوم جاية مادة دراعها كده ورايحة شبكة مع الاو اتش بتاع الكربونة رقم كام، 3. طيب واللي تحت بتعمل برضو نفس الكلام، بص حضرتك كده، ادي الـ OH بتاعت الكربونة رقم 3، وادي الفوسفيت اهي، بتقوم جاية مادة دراعها ورايحة شبكة في الـ OH بتاع الكربونة رقم كام، برضو 3. بالمنظر ده كده شريط الـ DNA هيمتد، ويبقى ايه، عندي شريط كامل من الـ DNA عبارة عن نيوكليوتيدات مرتبطة مع بعضها زي ما حضرتك شايف. طيب عظيم جدا. طيب بص حضرتك معايا على المنظر ده كده، لو انا جبت يا اولاد نيوكليوتيدا اهي، قاعدة نيتروجينية وسكر وفوسفيت، بس لو حضرتك خدت بالك هتلاقي دي الكربونة يا ولاد رقم 1 ودي 2 ودي 3، جيت على الكربونة رقم 2 لقيت ما فيهاش اكسجين، ده العادي اللي انا متعود عليه، كل الديوكسي ريبوز كده، لكن لقيت الكربونة رقم 3 هي كمان ما فيهاش اكسجينه. بسميها ايه بقى يا ولاد النيوكليوتيدا دي؟ تعالوا ما نسميها كده داي ديوكسي. دي اوكسي يعني متشال منها اكسجين، ضي يعني ايه، يعني في حتتين، في الكربونه رقم 2 وفي الكربونه رقم كام، 3. حلو قوي، يبقى ضاي 2 دي اوكسي، متشال منها اكسجين في مكانين، ضاي دي اوكسي رايبو نيوكليوتايد، صح؟ لا مش ده الريبوز، ومتشال منه اكسجين في مكانين اهو، نيوكليوتايد. خلاص كده في مشاكل في الكلام ده، كويس جدا. طيب بيسموها اسم تاني يا ولاد، تيرمينيتور نيوكليوتايد، اللي هي ايه، بيقول لك تيرمينيتور دي يعني هتوقف عملية بناء الدي ان ايه. ليه يا عم الكلام ده؟ هو انا مش لسه قايل لك حالا، لو انا جبت دلوقتي نيوكليوتيد اهي، وبعدين عايز اشبك دي مع دي، هعمل ايه؟ مفروض الفوسفيتا دي بتمد ايديها وتروح تشبك مع الاو اتش بتاع الكربونه رقم كام، 3. هتيجي يا عيني الفوسفيتا دي تمد ايديها عايزه تشبك، مش هتلاقي اصلا او اتش في الكربونه رقم 3، فكده يا ولاد عمليه بناء الدي ان ايه هتقف، دي اخر نيوكليوتيد هتتحط، مش هنعرف نضيف بعدها حاجه، نقول عليها يا ولاد تيرمينيتور، بتوقف البناء علشان كده. خلاص دي يا ولاد الفكره العامه اللي احنا هنعتمد عليها في عمليه السيكوانسنج. تعالوا كده ما نشوف مع بعض. طبعا يا اولاد برضو زي ما حضراتكم عارفين، قلناها في اخر فيديو بتاع البي سي ار، ان انا يا اولاد لما اجي اصنع شريط من الدي ان ايه، النيوكليوتيدا ده اللي انا بستخدمها، فاكرين الكلمه دي، لازم تكون نيوكليوتيدا ايه، تراي فوسفيت، قلناها في الفيديو بتاع البي سي ار. ليه كده؟ قلنا عشان واحنا بنلزقهم في بعض اطير دي واطير دي، فيتحرر طاقه، الطاقه اللي تطلع دي استخدمها ان انا اعمل بيها الرابطه اللي بالازرق دي، او لو ما فيش طاقه طلعت
مش هعرف اكون الرابطه دي خلاص. فدي كلمه برضو احنا متفقين عليها من قبل كده، ان اي نيوكليوتيد احنا بنستخدمها لازم تكون في البناء، لازم تكون تراي فوسفيت خلاص تمام. طبعا يا اولاد السانجر تكنيك ده العالم اللي حطاه سنه 1970، وعلى فكره الطريقه دي لحد دلوقتي يا اولاد بتستخدم، حتى التعديلات اللي تمت عليها معتمده على الفكره الاساسيه بتاعتها، لكن مجرد شويه تعديلات في الشكل او الكلام ده يعني. فدي طريقه يعني بصراحه بيقولوا عليها الجولدن ستاندرد، الطريقه الذهبيه او الاساسيه يعني عشان نعمل دي ان اي سيكونس. طيب ايه فكرتها يا اولاد؟ زي ما حضرتك شايف كده انا بجيب اربع انابيب، 1 2 3 4، عايزك تركز معايا عشان تفهم الفكره يعني كويس تمام. وبعدين انا عندي العينه بتاعت الدي ان اي بتاعتي، تعالوا نفترض مثلا يا اولاد ان انا عندي تتابع من الدي ان اي، الشريط من الدي ان اي التتابع الموجود عليه هو مثلا سي اي تي جي اي سي جي تي اي مثلا يعني، مثلا هو ده التتابع الموجود عندي، بس طبعا هو بالنسبه لي مجهول، انا مانيش عارف السيكونس ده وانا عايز اتعرف عليه. طيب وبعدين زي ما حضرتك شايف كده انا جبت نفس العينه دي ووزعتها على الاربع انابيب. زي ما انتوا عارفين يا اولاد طول ما احنا بنتكلم اي حته دي ان هي عايزه ادرسها بنعمل لها كلوننج، شوف يبقى عندي منها نسخ كتيره، دي فايده من الفوائد اهو، لان الحته الواحده ممكن استخدمها كذا مره تمام. يبقى انا وزعت العينه دي على اربع انابيب زي ما حضرتك شايف بالمنظر ده. طيب وبعدين هتعمل ايه؟ قالك انا هاجي على كل انبوبه من الانابيب دي الاربعه وهحط النيوكليوتيدات العاديه اللي انا بحتاجها. مش احنا يا اولاد لو حطينا دي ان اي بوليميريز كويس، وطبعا حاطين له برايمر، لان زي ما احنا شرحنا في البي سي ار او زي ما انت حتى واخد في النظري ان الدي ان اي بوليميريز ده عمره ما هيشتغل الا لو في حته برايمر وهو يكمل عليها، عشان بس نبقى متفقين من الحكايه دي، دي نخلص منها كده كويس تمام. وبعدين هحط الدي ان اي بوليميريز، وبعدين يا عم هقوم جاي حاطط له النيوكليوتيدات عشان يعرف يشتغل، يعني هحط له دي اي تي بي دي جي تي بي دي سي تي بي دي اي تي بي. طيب دلوقتي يا ولاد انا حطيت البوليميريز وحطيت له النيوكليوتيدات بتاعته، فهيجي يا ولاد ان شاء الله دي ان بوليميريز ده يشتغل، هيحط مثلا هو ايه يا ولاد دي الصغيره دي، دي رمز لدي اوكسي، عشان احنا النيوكليوتيدات اللي بنستخدمها لازم السكر بتاع دي اوكسي ريبوز بما ان احنا هنصنع دي ان اي. طيب وايه تي بي دي؟ اتفقنا واحنا بنبني لازم نستخدم نيوكليوتيدات تراي فوسفيت، والاي والجي والتي والسي هم دول النيوكليوتيدات اللي حضرتك هتحتاجهم، مش احنا هم دول الاربعه اللي عندنا اي وجي وتي وسي، دي عشان هي دي اوكسي وتي بي عشان هي تراي فوسفيت كويس. المهم ان الدي ان اي بوليميريز هيلاقي شريط موجود عنده، هيقوم جاي باني قصاده شريط مكمل له ويستخدم النيوكليوتيدات الحلوه الكويسه اللي انا حاططها له دي كويس. زي برضو ما حضرتك شايف انا كررت الكلام ده يا ولاد في الاربع انابيب اللي موجودين عندي كويس. طب انا بقى لحد دلوقتي لا شايف سيكونسنج ولا شايف اي حاجه، انا شايف ان في شريط وهبني قصاده شريط مكمل له، ايه بقى موضوع السيكونسنج في اللي انت بتقوله ده؟ جيت يا اولاد بقى خلي بالك هي دي النقطه المهمه، جيت يا اولاد على كل انبوبه من الانابيب دي وحطيت داي دي اوكسي، فاكرين اللي احنا لسه شرحناها من شويه اللي احنا كنا بنسميها ايه لو انتوا شاطرين فاكرين؟ تيرمينيتور نيوكليوتايد. يعني هحط واحده بايظه، هحط على الانبوبه الاولانيه النيوكليوتيد البايظه اللي هي الاي، والتانيه هحط النيوكليوتيد البايظه الجي، والتالته النيوكليوتيد البايظه السي، والرابعه النيوكليوتيد البايظه الايه التي. يبقى احنا كده حطينا على كل انبوبه من دول واحده تيرمينيتور نيوكليوتيدا بايظه، واحده ايه واحده جي واحده سي واحده تي. طيب وبعدين تعالوا بص كده المنظر، بص كده ايه اللي هيحصل، هيجي يا اولاد السي البوليميريز طبعا موجود، يقوم جاي حاطط قدامها جي سليمه من العاديه ما هي موجوده فوق اهي، واحط قصاد الاي تي سليمه من العاديه، هاجي قصاد الايه يا اولاد مفروض احط سوري هاجي مفروض التي مفروض احط قصادها ايه، طب ما انا عندي ترمينيتور بايظه اهي، اقوم جاي متلخبط كبوليميريز وحاططها، فيحصل ايه لبناء الدي ان اي يا اولاد في المنطقه دي؟ اقوم جاي واقف كويس تمام. طيب بص كده ركز معايا، هيجي برضو الدي ان اي بوليميريز ما هيشتغل كذا مره عادي قدامه الشريط اهو، يقوم جاي يا اولاد حاطط قصاد السي، تعال نكررها كده فوقيها تانيه، يقوم جاي حاطط قصادها جي، يجي قصاد الاي ويقوم جاي حاطط تي، يجي قصاد التي واحتمال يحط ايه مش سليمه، ما هو في ايه سليمه موجوده هنا اهي تمام، يجي قصاد الجي ويقوم جاي حاطط سي،
يجي قصاد ال A ويقوم جاي حاطط T، C يحط قصادها G، والجي يحط قصادها C، والتي ممكن يقوم جاي حاطط لي بدلها A بايظة اللي هي الترمينيتور. طيب دلوقتي يا اولاد انا من الانبوبه دي او من الشريط ده، طبعا يا اولاد النيوكليوتيد الاي البايظه الترمينيتور اللي احنا حاطينها دي، طبعا ان الترمينيتور دي لازم تكون ريديو ليبلد. يعني ايه؟ يعني الفوسفيت بتاعها فوسفيت مشاع، يعني من الاخر هقدر اتعرف عليها، لا بتطلع اشعاع كده، فلو جينا صورناها بالاكس راي بتبان. يعني المهم ان هي مميزه بتبان. يعني فانا هفهم ايه؟ هلاقي اولاد عندي، طبعا انا مش شايف السيكونس ده ولا شايف حاجه، بس انا بصوا كده يا دكاتره، عندي حته دي ان ايه طولها، احنا بنعرف اطوال الدي ان ايه دي حاجه سهله، طولها 3 نيوكليوتايد وقفت على كده، فاعرف ان المكان رقم 3 في ايه، يبقى هو اكيد في الشريط الاساسي كان فيه ايه، كان فيه تي. خلاص يبقى انا هطلع من الحوار اللي انا بتكلم فيه ده ان هنا الشريط الاساسي النيوكليوتيد رقم 3 موجود فيها تي. لا، وهلاقي في حتة تانية اتكونت بس بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 وقفت، يبقى برضو المكان رقم 8 فيه تي، وهكذا. اقدر بقى يا اولاد لو كررت العملية دي، هكررها لكم في انبوبة كمان عشان تستوعبوا، بس لو كررت العملية دي في كل الأنابيب هخرج في الآخر إن أنا هبقى عارف تقريبا كل، طبعا يا أولاد الدقة ما بتبقاش يعني 100%، يعني ممكن تفرق في حاجة بسيطة، بس هخرج من الآخر إن أنا تقريبا عرفت كل النيوكليوتيدات الموجودة عندي. تعال نجربها في الأنبوبة التانية دي عشان معلومة تثبت أكتر في دماغك. بصوا كده يا أولاد في الشريط اللي بعد كده، أو برضو نفس التتابع، نفس السيكونس، نفس حتة الدي إن إيه، وهيجي برضو البوليميريز يبني قصادها شريط مكمل له. اجي يا ولاد قصاد السي اللي موجوده دي واقوم جاي حاطط جي، حظي بقى المنيل اهو هنا كده ان الجي ترمينيتور بايظه اهي الصفره دي، يقوم بناء الدي ان ايه يقف عند المنطقه دي، فانا لما اجي افحص الاقي عندي حته دي ان ايه طولها نيوكليوتيدة واحده فيها جي، فافهم ان اول مكان ده في القطعه الاساسيه بتاعت الدي ان ايه، افهم ان اول مكان كان سي. طيب او ممكن ان ربنا يكرمه وياخد، ما هو عنده جيم السليمه اللي فوق اهي، تمام، يبقى احتمال ياخد الجي السليمه وبعدين يحط قصاد الاي اللي موجوده دي يا اولاد اهي، يقوم جاي حاطط قصادها تي سليمه، ويجي قصاد التي السليمه دي يقوم جاي حاطط اي سليمه، حلو، يجي قصاد الجي يقوم جاي حاطط سي سليمه اهي، وبعدين يجي قصاد الاي يحط تي سليمه، ويجي قصاد السي اللي موجودة دي وممكن يغلط ويحط الجي البايظة اللي انا حاططها له، فبناء الدي ان ايه يقف في المنطقة دي. فاجي انا اعد برضو اقيس حتة طول الدي ان ايه دي، ادي 1 2 3 4 ادي 5 ادي 6، وقفت عند النيوكليوتيد رقم 6، فافهم ان الموضع رقم 6 ده كان فيه ايه، سي. يبقى انا اولاد خرجت من الانبوبه دي ان المكان رقم 1 في سي والمكان رقم 6 هو كمان في سي، وهكذا اولاد لو كررنا الموضوع ده في كل الانابيب زي ما قلت لحضرتك هخرج في النهايه ان انا هبقى عارف تقريبا كل مكان في شريط الدي ان ايه ده ايه النيوكليوتيده اللي كانت موجوده فيه. هي دي يا اولاد الفكره العامه بتاعه سانجر تكنيك. تعالوا كده اما نبص عليها بسرعه نقرا بيقول لي ايه بقى. طبعا في اولادي يعني الجزء ده اول سنه يتدرس عليكم او يقرر عليكم، فوارد جدا ان الموضوع ده يجي فيه شورت نوت، وارد ان هو يجي يسالك فيه رسمه، يعني احنا ايه ده المقرر فيه اللي احنا بنشرحه ده. طب هيجي بقى السؤال ازاي؟ ممكن يجي مثلا ديفينيشن، ممكن يجي ابلكيشن، وممكن يجيب لك رسمه وخلاص يا الدكتوره وهي بتشرح، قد ممكن يجيب لك زي الرسمه الاخرانيه اللي احنا ننبه حضرتك عليها دي، الرسمة كده وخلاص. طب هل كلام النظر ده مش مهم؟ لا الله اعلم، ممكن يجي عادي. تعالى نقرا كده بيقول لي ايه بقى. دي ان اي سيكونسنج ديتيرمايننج ذا نيوكليك اسيد سيكونس، يعني بعرف التتابع الموجود على الدي ان اي، ذا اوردر اوف ذا نيوكليوتايد، ترتيب النيوكليوتيدات بتاعه الدي ان اي، يعني اعرف شريط الدي ان اي ده كان فيه ايه وبعدين سي وبعدين جي، ترتيب النيوكليوتيدات الموجوده عليه اللي هم دول. خلاص الابلكيشن لما اعرف السيكونس ده يا اولاد ده يساعدني في حاجات كتيره قوي زي الميديكال دايجنوزس، تشخيص الامراض، زي مثلا يا اولاد عرفنا ان الطفره الفلانيه سببها ان انا بدلت النيوكليوتيدا فلان بدلتها بواحده تانية. لو انتوا خدتوا كده في النظري في البروتين، يعني تلاقي عندك مرض اسمه سيكل سيل انيميا، بيحصل مشاكل في الار بي سيز بسبب ان في نيوكليوتيدا واحده اتبدلت. طب احنا عرفنا منين ان دي اتبدلت؟ بالسيكونسنج، ان احنا بقينا نفحص الجين ونعرف ان التتابع بتاعه اتغير.
بايو تكنولوجي طبعا اللي هي التطبيقات بتاعة الدي ان ايه في المعامل وكده، فورنسيك زي ما اتكلمنا اللي هو الطب الشرعي، فيرولوجي عملنا سيكونس اولاد مثلا للدي ان ايه بتاع الفيروس، فاول ما الاقي الدي ان ايه ده افهم ان ده بتاع كورونا، هم زي ما احنا دلوقتي حالا كده ازاي بنشخص ان ده فيروس كورونا، بناخد الجينوم ناخد عينة من الشخص ده ونفحص الدي ان ايه بتاع الفيروس اللي موجود، لو لقيناه متطابق مع الفيروس سيكونس بتاع الكورونا يبقى الشخص ده عنده كورونا خلاص كده. ده يا ولاد استخداماته يعني ايه. في اعرف برضه يا ولاد كومبيرنج ذا هيلثي وذ ميوتيتد دي ان ايه، زي ما كنت لسه بقول لك حالا انا دلوقتي عندي حته دي ان ايه طبيعيه، الجين الطبيعي انا خلاص عرفت السيكونس بتاع النيوكليوتيدات بتاعته، فلو في حاجه اتغيرت اعرف ان حصل فيه ميوتيتد يعني ميوتيشن، يعني حصل فيه طفره يعني في حته فيه باظ. طيب سانجر ميثود يا ولاد كاتب لي هو ذا تشين ترمينيشن ميثود، انا بعمل ترمينيشن زي ما اتفقنا من شويه. طبعا يعني دي تعتبر مقدمه كده، الراجل ده حطوه سنه 1977 واستخدمها في السيكونسنج بتاع الدي ان ايه، يعني الحته دي راها كده. طيب الريكويرمنت ايه الحاجات اللي انا احتاجتها؟ طبعا تعالوا نبص كده على الرسمه دي اهي، دي الحاجات اللي احنا استخدمناها. بيقول استخدمت دي ان ايه بوليميريز ماشي، استخدمت برايمر اتفقنا ان يا ولاد علشان ستارتر اهو فاكر، عشان الدي ان بوليميريز ده قلنا عليه واحنا بنشرح ان هو انزيم كسلان ما يقدرش يبني قصاد ده شريط تاني مكمل له لو ما فيش برايمر، بيحتاج تشجيع حته زقه كده في الاول اسمها برايم. والاربعه نيوكليوتايد اللي هم السلام، والتمبلت دي ان ايه اللي هي حته دي كده اسمها التمبلت اللي هي حته الدي ان ايه اللي انا اصلا عايز اعرف التتابع بتاعها خلاص. وطبعا اهم حاجة اولاد الاخيرة دي، يعني كل الكلام ده ده عادي جدا بستخدم التمبلت اللي هي حتة الدي ان اللي انا عايز اعرف التتابع بتاعها، دي ان بوليميريز بستخدم النيوكليوتيدات العادية، واهم حاجة بقى اللي احنا شرحناها اصلا اللي هو الداي دي اوكسي او ذا تشين ترمينيتور نيوكليوتايد اهي، دي دي يعني داي دي اوكسي بص كده دي اهي الكربونة رقم 3 بيبقى فيها او اتش، هنا الكربونة رقم 3 ما فيهاش او اتش يبقى كده داي دي اوكسي عنده 2 و3 ما فيهمش اكسجين كده، لو حطيت النيوكليوتيدة دي البناء بتاع الدي ان ايه هيقف. بيقول لك اهو لاج ذا هيدروكسيل جروب اون ذا 3 برايم كربون، يعني الاو اتش دي مش موجوده في الكربونه رقم 3 بتاعه السكر خلاص تمام. طيب البرنسبل يعني اقراها كده، بيقول لك ان الثلاثه دي بتشتغل كهوك، كلمه هوك دي يا اولاد يعني زي خطاف، يعني من الاخر يعني كان ثلاثه دي هي اللي بتشبك النيوكليوتيدة دي مع اللي بعدها، تلاتة دي اللي بتشبك النيوكليوتيد دي مع اللي بعدها، فلو تلاتة دي بايظة مش هعرف اشبك خلاص، ده تشبيه يعني بيقول لك ان هو زي الخطاف بيلزقهم في بعض. allowing the nucleotide to added to an existing chain بتخليني اعرف اضيف نيوكليوتيدات على الشريط اللي موجود ده. once the diethoxy has been added لو ضفتها ما عندهاش او اتش في الكربونه رقم 3 ف no further nucleotide can be added مش هعرف اضيف نيوكليوتيدات جديده، وعشان كده اولاد انا سميتها ايه ترمينيتور. طيب برضه اولاد زي ما نبهنا حالا لو انا استخدمت على الديديوكسي دي استخدمت حاجه راديو ليبل يعني مادة مشعة فخلاص هعرف ان هي مكانها في الحتة الفلانية، او ساعات اولاد بيستخدموا مادة فلوريسنت زي ما هنشوف حالا اللي هي مادة مضيئة بتنور يعني بتطلع نور خلاص عشان نقدر نميزها. ما انت هتعرف منين؟ مش احنا شرحنا دلوقتي قلنا ان هيقف مثلا عند رقم 8 او عند رقم 3، هعرف منين ان بتاعتي دي هي اللي وقفت هنا؟ ممكن يكون الانزيم اللي تعب وقف، لا ما هي دي بتطلع مادة مشعة فتأكد ان هي دي الترمينيتور اللي انا استخدمتها. تعالى نقرا كده الخطوات، بيقول لك ذا سامبل از كومبايند ويز احطها في انبوبه اي اربع انابيب زي ما اتفقنا اهي، وكل الانابيب حاطط فيها السامبل حاطط فيها البرايمر حاطط فيها الدي ان تي بي اللي هي النيوكليوتيدات الاربعه العاديين اللي هم دول دي اي تي بي جي تي بي تي تي بي سي تي بي، دول الاربعه العاديين عشان يعرف يبني بشكل طبيعي، وحطيت له البرايمر عشان البوليميريز ما يعرفش يشتغل من غير برايمر، وجيت بقى على كل واحده فيهم هو ملونها لي بلون عشان يميزها، حطيت في الاولانيه اي تي بي بايظه سي تي بي بايظه جي تي بي بايظه تي تي بي بايظه خلاص يا اولاد ده الكلام اللي احنا ايه شرحناه اهو. بص هنا كده اهو جه يبني 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 وجه قصاد الاي حط تي بايظه فوقف، بس هي ليبل ده عارف ان دي اللي بايظه، فانا كده عرفت ان المكان رقم 4 ده فيه تي خلاص ماشي كده يا اولاد ده الكلام يعني. طبعا يا اولاد خطوه الهيتنج دي مهمه ليه؟ علشان احنا بنبني قصاد الشريط ده
ده كده ببني قصاده شريط مكمل له، فلازم يكون شريط سنجل ستراند، صح؟ يعني لو دبل ستراند الدي ان ايه انا مش هعرف اشتغل عليه، لازم افصل الشريط ده عن الشريط اللي قصاده المكمل له، خلاص. فاحنا خطوة الهيدنج دي الغرض منها كده ان هو يبقى شريط واحد بس، اعرف ايه اعمل له سيكونسنج اعرف اشتغل عليه. خلاص يا اولاد، مجرد بس فهمك للموضوع يعني كفاية، يعني حتى لو جه قال لك اكتب الستيبس، اكتب يا سيدي اللي انت فاهمه، هتاخد والله الدرجة لو انت كاتب. اللي محدش هنا بيحاسبك بالحرف وبالكلمة اللي مكتوبة، عشان ربنا يعينكم انتوا عندكم حاجات كتير، فخلاص انت فاهم الكلام اللي مكتوب، اكتب الكلام اللي انت فاهمه وخلاص، محدش هيقول لك انت بالنص ايه فوتت كده. طيب موضوع يا اولاد الاخير ده اللي هو ده برضو اللي اتشرح الجزء التاني اللي هو بتاع الفلوريسنت ده، اللي هو زي تعديل يا اولاد حصل على السانجر تكنيك، تعديل يعني. تعال نشوف كده اهو هنا بس يا اولاد، معلش. الاول بيقول ان احنا بنعمل هيتنج عشان لو عندي شريطين افصلهم وبعدين اضيف البرايمر، فالبرايمر دي كانت بتشرح كده يعني، افصل الشريطين بتوع الدي ان اعمل هيتنج وبعدين احط البرايمر اللي انا هستخدمه، فالبرايمر يعرف يلزق في شريط الدي ان، وبعد كده البوليميريز بقى يعرف يشتغل. خلاص كده ده تمهيد يعني لشغل البوليميريز اهو، ذا رياكشن ويل ستوب لو حطينا النيكليوتيد البايظه داي دي اوكسي انستيد اوف ذا نورمال، بدل النورمال كده البناء ايه هيجي له فتره ويقف. خلاص ماشي كده، خلاص احنا ايه فهمنا الكلام ده. طيب دي يا ولاد برضو رسمة كده اللي هي موجودة عندك، ممكن حضرتك يعني تحس ان هي مضايقاك شوية فنبص عليها برضو. دي الانبوبة الاولانية يا ولاد، احنا حطينا فيها دي اي تي بي دي تي تي بي اللي هي النيوكليوتيدة بايظة من النوع A، وهنا من النوع T، هنا من النوع C، وهنا من النوع G، كويس. ده يا ولاد كده اسمه الكتروفوريزيس، اللي هو يعني موضوع عندكم بالتفصيل في سنة تانية، مشروح يعني فيه تفاصيل كتيرة في سنة تانية، فده اللي من خلاله يا اولاد بقدر ان انا افصل او احدد اطوال يعني الاجزاء بتاعت الدي ان ايه. مش انا كنت بقول لك من شويه ان احنا مثلا ايه هنلاقي بناء الدي ان ايه وقف عند النيوكليوتيدا مثلا 3 والنيوكليوتيدا رقم 8، طب انا عرفت منين بقى ان هو دي طولها 8 وان دي طولها 3؟ عن طريق ده، وهناخده ان شاء الله السنه الجايه، موضوع اسمه جيل الكتروفوريسيس. بيبقى في حاجه يا اولاد هنا كده زي اسمها دي ان ايه لادر، زي سلم كده. السلم ده ولاد بيبقى اعتبره كده زي التدريج كده، يعني بيتحط هنا مثلا كده، هنا يقول لك مثلا 1 2 3 4 5، طبعا بيبقى بالكيلو بالزبير يعني بالالاف يعني 1000 2000 3. المهم يعني ايه الفكره بس عشان افهمها لك، ده الدي ان ايه لادر اهو، اعتبره هو ده كده محطوط زي السلم او زي المسطره كده على الجنب. لو لقى حته دي ان ايه هنا كده في المنطقه دي يقول لك اه والله مثلا دي طولها 1000 نيوكليوتايد، او ساعات بيقولوا عليها كيلو بيزبي. خلاص لقى حته واقفه هنا كده، تقرا حضرتك من على المسطره دي ب 4000، حاجه واقفه هنا كده يبقى 6000. خلاص كده، فده يا ولاد زي المسطره كده، مش انت لو عندك حته مثلا عايز تقيس طولها وجاي حاطط كده مسطره كده في الجنب، فده اسمه دي ان ايه لادر. خلاص المهم بقى يا ولاد، السؤال اللي هو احتمال يجي في الجزئيه دي، ايه اللي احتمال يجي في الجزئيه دي؟ ان هو لو رخم يعني ممكن يقوم جاي جايب لك حته زي دي كده ويقول لك اقرا لي التتابع اللي موجود، يعني انت فاهم الفكرة وفاهم احنا ازاي بنحدد الاطوال، يعني ازاي بنستخدم الداي دي اوكسي والكلام ده كله. طيب اقرا لي بقى يا عم، انا جبت لك نتيجة السنجر، هي دي كده النتيجة دي، وفهمني كده التتابع شكله عامل ازاي. هنعمل ايه؟ اسمع كده كلامي، هنبدأ من تحت لفوق كويس، وبعدين كل ما هنمشي زي السلم كده يا ولاد، يعني وانا طالع من تحت ايه اول حتة قابلتني هنا كده اللي هي عند الايه، نعلم عليها ايه. طب مين تاني حتة قابلتك؟ خلينا نطلع كده بالراحة اهي التي. طيب مين بعدها؟ بص هنا كده اهو تلاقي الجي دي، صح كده. طب وبعدين نطلع كده فوق كمان سنة هتلاقي التي تاني، وبعدين اهي اللي في الجنب دي السي، وبعدين الاي. الموضوع في منتهى البساطة، هتيجي من تحت لفوق، ايه اول حاجة قابلتك؟ ايه اهي ايه. طب ايه تاني حاجة؟ تي اهي تي، وبعدين ها جي اهي، وبعدين تي تاني، وبعدين دي سي، وبعدين اي ها، وبعدين جي، وبعدين تي اهي، وبعدين دول كده صح، سي وسي، وبعدين اي، وبعدين جي.
خلاص يا اولاد فهمنا بتتقرا ازاي الحكايه دي، لو جاب لك رسمه زي دي وقال لك ايه التتابع الموجود او اعمل لي سيكونس كده بناء على النتيجه اللي تطلع دي، هتقرا من تحت لفوق كده هتطلع زي السلم، كل حته تقابلك تنطق الايه الاسم اللي مكتوب تحتها، هنا كده ايه تي جي ها تي سي، وتمشي كده واحده بواحده بس اوعى توقع واحده في النص. خلاص كده اتفقنا يا اولاد؟ خلاص ببساطه عشان لو جات لك تعرف. طيب التحديث بقى يا ولاد اللي انا بقول لكم عليه اللي اتعمل على السنجر هي الطريقه اللي موجوده قصاد حضرتك دي. اولا يا ولاد ده الجيل الكتروفوريسيس بيبقى زي جيل كده، لكن هنا يا ولاد عاملينه في زي تيوب انبوبه. خلاص طيب وبعدين على فكره بيحطوا، مش احنا قلنا يا ولاد في الطريقه بتاعه السنجر دي بيحطوا ايه اربع انابيب والكلام ده صح كده؟ لا هنا يا ولاد بيحطوا كل العينات في انبوبه واحده. طب وبعدين يعني بص كده حضرتك على الرسمة دي اكبرها لك شوية عشان تشوف، او تعالوا في الرسمة اللي احنا واخدينها هنا كده اهي، بنيجي يا اولاد مثلا الجين لونها بلون لبني مثلا، الاي نخلي لونها اخضر، السي نخلي لونها ازرق مثلا، التي نخلي لونها برتقاني مثلا، يعني يبقى كده كل نيوكليوتيدة من الداي دي اوكسي البايظين اللي انا حاططهم دول كل واحدة ليها لون غير التانية. اتفقنا كده؟ تمام. ففي جهاز بص حضرتك اسمه ايه كروماتوجرام. كروما يا ولاد يعني ايه لو حضراتكم تسمعوها من الهيستولوجي، كروما يا ولاد يعني لون، يعني جهاز بيكتشف الالوان، يعني بمعنى ايه لو لقى ولاد لون اصفر سوري لو لقى مثلا لون برتقاني يفهم ان دي تي، لقى لون ازرق يفهم ان دي سي، لقى لون معرفش اخضر يبقى ده ايه، لقى لون لبني يبقى ده جي، يعني كل واحده لها لون غير التانية والجهاز بيقرا لي الالوان دي. طب هنعمل ايه برضو؟ هنقرا يا ولاد برضو من تحت لفوق نفس اللي هناك بالظبط. انا بصراحة مش شايف الالوان قوي هنا، بس مثلا اللون ده يا ولاد اللون الازرق اللي موجود تحت ده مثلا سي، هنعمل ايه؟ هنقرأ من تحت لفوق شبه الرسمة اللي فاتت بس دي احسن شوية، يبقى الزرقاء اللي تحت دي ايه دي سي كويس. طيب اللي بعدها تقريبا هي الجي كويس، يبقى ده جي خلاص. وبعدين اللي بعدها دي ده مثلا ايه اهو تبع الالوان اللي انت شايفها، بس بصراحة مش شايفها مش واضحة قوي عندي. رقم ثلاثة مثلا ده ايه ده مثلا التي اهو. خلاص فاهمين يا اولاد؟ يعني كل لون من دول بيقابل نيوكليوتيدة معينة فوق هنا كده خلاص، فانت تشوف الالوان اللي طالعة معاك وهو حاطط لك زي مفتاح هنا كده، فتقرا برضو من تحت لفوق زي برضو الرسمة اللي فاتت بس المرة دي اسهل عشان هي مش هتقعد ايه تلخفنك انك تقراها كده بالمنظر ده زي السلم، لا هتبقى باينة كده من تحت لفوق خلاص. هنا يا اولاد بيستخدموا زي ما اتفقنا مادة فلوريسنت، كلمة مادة فلوريسنت يعني مادة بتنور نور له لون، له لون زي ما انت شايف كده، والجهاز اللي بيقراه اسمه كروماتوجرام، يبدأ بقى ان هو تبع الألوان اللي موجودة عندك دي يقول لك السيكونس اللي موجود عندك تقراه كده من تحت لفوق زي ما اتفقنا. خلاص يا ولاد في نفس فكرة سانجر بالظبط بس استخدمنا بدلها ايه حاجة ليها ألوان. خلاص ماشي يا اولاد كده الكلام ده سهل. خلاص انا عديت بسرعه معاكم على موضوع السيكونسنج وهو موضوع تقيل الصراحه شويه، اتمنى تكونوا استوعبتوه يا اولاد، وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.